يا ابني متأكد إن ده مكان المقبرة؟ الخريطة بتقول كده يا عمر. وأنت بتفهم في الخرايط؟ هو أنا لازم أكون خراط عشان أفهم في الخرايط. بس هات العدة. افتح الشنطة. الشنطة أنا حطيتهم هنا. فين؟ ايه؟ سمعت حد؟ ايه؟ سمعت. امال انت مستغرب ليه؟ مفيش حاجة يا عمر. امال ايه دي؟ ما هو انت اللي بتسأل ليه طيب؟ استنى كده. لا في حاجة؟ صح؟ افتكر؟ مفيش حاجة، احنا بيتهيألنا عشان احنا بس مخدودين. احنا مخدودين ليه أصلا؟ الباب ده. تعال تعال تعال. استنى ايه ده؟ تعال تعال. وداخل كده بالراحه. دستور دستور يا عمر، انت داخل ميضه. يلا دستور، دي كلمه السر عشان يعرفوا ان احنا مش داخلين نأذيهم ولا حاجه. هو كلمه دستور دي من ايام الفراعنه؟ امال ده الفراعنه دول كانوا صيع قوي. طبعا، ما هو بيقول لك يا فرعون ايش فرعنك، ما لقيتش حد يقول لي دستور. ده مثل فرعوني قديم. اوبا. ولا عمر ايه؟ انت شايف اللي انا شايفه؟ ايوه شايف شايف. بص يا لا. انا دلوقتي بقى فهمت يعني ايه انا دخلت التاريخ. احنا كده دخلنا التاريخ. اخيرا دخلنا التاريخ. الحمد لله الحمد لله. بقول لك يا نور، يعني احنا طبعا لازم ندور على البرديه بتاعت ابونا وكل حاجه، بس ما فيش مانع برضو ان احنا ناخد تمثالين ثلاثه نامن بيهم مستقبلنا. بحيث تمثالين ايه يا عمر؟ انت اتجننت؟ احنا هناخد كل التماثيل دي هنا. صح، انت اتجننت يا رجل. حقنا ده، هناخد كل ده. احنا لقيناه، هو مش حقنا بس هناخد. بالظبط. بس بتوع جدودنا. ايه ده؟ شوف شوف فرعون يا رب يطلع 42. شوف لي كده في كوتشي جنبه. لا مفيش. ولا كأن حاجة حصلت. يلا يلا يا ايه، ما الباب اتقفل. طب هنعمل ايه؟ اسود بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله محفظنا. انت نايم يا غفيل الكلب انت، والباب يتقفل كده علينا. بس عمر تعالى تعالى كده. ايه ده؟ الغفير غفير؟ لا ده اكيد راجل فرعوني وهنا من زمان يا عمر. شوف ده. ايه ده؟ مش عارف. دي مومية شحات فرعوني. لا لا لا، هقول لك ده ايه. الراجل ده كان فارش بالحاجات دي وكان بيبيعها. ده غبي قوي، فارش في منطقة غلط، محدش بيجي هنا. عمر اكيد الراجل دوت مش فرعوني، لاني انا عمري ما شفت حاجه فرعونيه لابسين فيها جلاليب. الراجل ده اكيد مصري اصيل، نزل يسرق المقبره كاي مصري اصيل، والباب ده قفل عليه. صح؟ ممكن. طب تعالى بقى نشوف اي حاجه تخرجنا من هنا. اي علامه، اي حاجه. طب ما يمكن يكون معاه المفتاح بتاع المقبره في جيبه. طب ما لو معاه مفتاح المقبره كان خرج يا عمر. صح صح. طيب ايه ده؟ دي البرديه اللي بندور عليها يا عمر. الحمد لله لقينا البرديه. استنى، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هاخد البرديه. ما هتتلعن اكتر من اللعنه اللي احنا فيها دلوقتي يا عمر. صح، خد البرديه. استر يا رب. الحمد لله الحمد لله، مفيش حاجه حصلت. ما اتلعنتش. مكتوب ايه؟ بتقول ايه؟ مرسوم شويه عصافير واسود وتعبان. ده ولا السحليه؟ انا مش عارف، انا ولا ايش اعرف ايه اللي مكتوب، بس اكيد هي البرديه دي. لذينه. بص بيعقدونا. هنخرج بقى من هنا ازاي؟ معانا البرديه. الحمد لله. هنخرج من هنا ازاي بقى؟ مش عارف. هنعمل ايه بقى؟ ندور على جلابيتين ونقعد جنبه يعني ولا نعمل ايه؟ بس يا نور ما تقولش كده، ما تقولش كده، اكيد مفيش جلاليب هنا اصلا. وبعدين لما نتحرك هيبقى شكلك مرعب بقى، اخاف منك واحنا كده. اكيد في حل. صح ولا ايه؟ اسكت لا يرد، انا والله العظيم اروح فيها. يا بختك يا اخي،
على الاقل لسه بني ادم. ايوه بني ادم، بس بني ادم مخلع ومشخشخ، لا ودان ولا عنين ولا اي حاجه خالص، فاقد الصلاحيه. سبحان الله، اول مره اشوف اتنين ملاعين. اه والله، انتوا لازم تعملوا فيلم سوا. وسموه المرتزقه. ليه؟ ما يسموه الملاعين. اه صح، احلى. ما ينفعش، هو ثنائي، يبقى اتقال الملعونان. ماشي ماشي تمام. ممكن نسيبنا من اسم الفيلم دلوقتي ونخلينا في التعويذه؟ ناولني البرديات. برديات اتفضل. بالبرديتين دول الحمد لله التعويذه اكتملت. الحمد لله. الراجل ده هيرجع بني ادم. يا رب. وانا هرجع الشباب على طول. وانا هرجع المسرح. وانا ارجع للقضيه بتاعتي. جاي لك يا ليلى. جاي لك يا مريم. جاي لكم يا كل نساء العالم. وانتوا عارفين بقى اللي هيحصل. بص يا ولاد، التعويذه بتقول: ايتها الروح الطيبه الساكنه في الاجساد الباليه، اعيدي لنا اجسادنا الفانيه، وهزم الروح الشريره الكامنه في حياتنا. لا ومفتاح، انت يا نهد مش هقدر على اللحظه دي، وبعدين انتوا قاعدين وكده فيعني. قومي يا منى، قومي افتحي بسرعه. مش قادره اقف على رجلي. تعالي يا حبيبتي، تعالي يا حبيبتي. مش قادره هنا، حاسه بيكي. قادره اتمالك نفسي. اقعدي. يلا يا عمو يوسف اطلع بقى. ما هو مش هيطلع من هنا، هيطلع من هنا. ايه ده؟ وانت لسه فار يا يوسف؟ كويس قوي، بدل ما وصل ناكل بقى. ايه ده؟ انتوا ما رجعتوش ليه يا اولاد؟ في يا طنط مالك قلقانه ليه؟ ما هو بابا زي ما هو يقول الحمد لله فار. ايه اللي زي ما هو؟ يعني طول عمر ابوك كان فار؟ على فكره يا ماما دي الحقيقه بقى، بابا اصلا كان فار واتلعن بقى بني ادم. انا والله العظيم شفته فار اكتر ما شفته بني ادم. نعمل ايه يعني عشان نرجعه؟ عشان فشل. طب اوعى بقى كده، نزلني. يعني نعمل لك ايه يا بابا؟ يعني هو احنا اللي كنا كاتبين التعويذه؟ بالظبط، ما احنا جبنا البرديتين والراجل قرا عليك التعويذه وما حصلش حاجه. بص يا حاج، الملعون ملعون حتى لو عصروا على راسه ليمون. لا، الملعون ملعون حتى لو كتب التعويذه امون. الملعون ملعون حتى لو رشوا على الفول كمون. هقاو هقاو او او هي الامثله دي صح ولا فيها حاجه؟ لا طبعا فيها حاجه. قول لنا بقى يا بابا، ايه المطلوب مننا نعمله؟ ما تعملوش حاجه، انتوا مش فالحين في حاجه اصلا. فالحين بس تشحططوني وراكم وتبربطوني. انا غلطان اني مشيت ورا عيال زيكم. عيال؟ ايه يا حاج؟ هي المادة شادة ولا ايه؟ احنا غلطانين اصلا اللي تعبنا معاك. ايوه يا نور، احنا اللي غلطانين، احنا اللي غلطانين من الاول، احنا اللي رحنا المقبرة عشان نسرق. كنت عايز اجيب لكم فلوس واعمل لكم قيمة، بس انتوا كده عايشين فشلة. يعني احنا فشلة؟ يعني كل ده برضه فشلة؟ طب انا ماشي. امسك يا عم. انا ماشي. استنى يا نور. ايه؟ استنى خدني معاك. طب ما تخرج ورايا على طول. كنت بفكر استنى بس يلا. يلا يا عم. أرجوك يا مولاي اديني فرصة أخيرة. اديتك فرصة أخيرة عشان تنسيني وما بتنسيش. اديتك حضني عشان ترتاحي وما ارتحتيش. أعمل إيه؟ أشق هدومي؟ أرجوك يا مولاي اسمعني، ما تقتلنيش زي ما قتلت اللي قبلي. لا، أنا هقتلك وبعد كده أسمعك. يا مسرور. أمر مولاي. إيه؟ إيدك أبوسها يا باشا والنبي. لقد سبق السيف العزل. ده أنا هحكي لك حكايات زي العزل. والنبي. إذن اتركنا الآن يا مسرور. أنت وترتني أصلا. ده مسعور مش مسرور. ها، شهرزاد. أمر مولاي. احكي يا شهرزاد. لا أنت احكي، هم ينزلوا المزيكا. أيها العبد الله السعيد. إيه؟ ذو الرأي الرشيد. أنا اسمي أصلاً عبد الحميد. إيه ده؟ أمال مين شهريار؟ ده دلعي بالنهار، وأبويا اتلعن بقفاه. لا يا حبيبي، ده كده مش فار، ده كده رياض البنفلوطي بتاع الليمبي. انا اللي بعمل كده يا احمد. ما تشدش كده. لا لا لا، ايه رايك بقى؟ بص وما تستاكش انت. قال ايه في قلبي؟ ده وحش وحاشه حقيقي، ده زفت قوي.
يا اختي